أخبار اليوم. وبوابة أخبار اليوم. النهاردة هنعمل كوسة بالبشاميل. صينية الكوسة بالبشاميل مكوناتها صينية وسط، كيلو كوسة طازة، وملح وفلفل، وشوية مفروم متعصج بالبصل، تقريبا تمن كيلو، وبشاميل وملح وفلفل وميه على النار عشان نسلق الكوسه. احنا المره دي يعني هنعمل صينيه الكوسه بالبشاميل مختلفه شويه، مش هنحمر الكوسه او نشوحها زي ما بعض الناس بيعملوا، لا احنا عايزين المره دي نسلق الكوسه عشان تبقى الوصفه ديت يعني صحيه شويه. بننظف الكوسه، وانا مش بحب اقشر الكوسه خالص، انا بغسلها كويس قوي وببتدي اقطعها مربى كده او حلقات عادي مدوره. البشاميل للكوسه انا عاملاه وجاهز، احنا عملناه في كذا وصفه قبل كده وفي كذا حلقه، زي حلقة المسقعة بالبشاميل وحلقة المكرونة البشاميل واللازانيا. شوفوا الحلقات ديت وتعرفوا ازاي البشاميل عملناه بسهولة جدا. بس ممكن اقول لكم على المقادير بتاعته، بتبقى كوبايتين لبن، كوباية شوربة، نص كوباية دقيق. بنحط اللبن والشوربة، كوبايتين اللبن والشوربة على النار، وقبل ما يغلوا بناخد شويه منهم ندوب فيهم الدقيق في بوله لوحدها، ونتبل اللبن والشوربه بتاعتنا بالزبده والزيت والملح والفلفل وشويه جوز الطيب، واول ما بيغلي بننزل عليه بنص كوبايه الدقيق اللي دوبناها في شويه من اللبن والشوربه، وبيبتدي يتقل معانا على طول. بعد ما خلصنا تقطيع الكوسه انا غليت ميه على النار، هنبتدي ننزل بالكوسة وهنسلقها نص سلقة مش اكتر. دي اول خطوة هنعملها لما نيجي نعمل صينية الكوسة بالبشاميل. بنستنى اول ما بتغلي بنعد حوالي لغاية 50، وبعدين نطلعها على طول، ما بنسلقهاش قوي، بتبقى نص سلقة زي ما احنا شايفين كده. اهي الكوسة احنا سالقين طبعا حبة قبل كده، هنبتدي نرص الكوسة بتاعتنا في الصينية. دي اول خطوة خالص. في ناس تحب تدهن الصينية بمكعب زبدة او زيت او سمنة، بس احنا عايزينها صحية اكتر، مش هندهن حاجة، وهي هتنزل الصوص بتاعها لوحده من البشاميل، مش هنتقله قوي، ومن العصاج اللي هنحطه. طيب كتير مننا بيعمل الكوسة بالبشاميل بس بتبقى صايصة منها او بتبقى سايحة قوي او طرية قوي، ففي حل وحيد علشان الكوسة طبعا لما بتستوي في الفرن بتنزل مية زيادة مع البشاميل. لازم عشان تتفادي السيولة الجامدة اللي بتبقى في صينية الكوسة دي، ان انتي ترشي شوية دقيق على الكوسة. طيب احنا سلقنا الكوسة بس ورصناها، طيب هنبتدي نحط بقى شوية ملح وفلفل خفيف جدا عليها، وشوية فلفل اسود عشان ما يبقاش طعمها مية. تمام. وبعد الملح والفلفل قلنا نرش رشة دقيق صغيرة. الدقيق ده صدقوني زي السحر بالظبط، بيخلي صينية الكوسة مش عايمة ومش سايحة خالص، تعرفي تطلعي الخرطة من الصينية بسهولة من غير ما تبقى ايه
ده اللي بيحصل لما الكوسه بتنزل الميه بتاعتها في الفرن لما بتغلي، الدقيق ده بيربط، بيلم كل الميه ديت وبيربطها، وبيعمل مع البشاميل سماكه كويسه زي ما احنا شايفين كده. رصينا الكوسه ورشينا عليها الملح والفلفل، وبعدين رش الدقيق صغيره، ومش هنحط بقى زيت ولا هنشوح كوسه ولا اي حاجه، كلها مسلوقه زي ما احنا شايفين. الكوسه اهي ابتدت تغلي، اول ما تغلي بتعدي تقريبا لغايه 50، مش هقولك بالدقايق عشان ما تتلخبطيش، وتطلعيها وما تشطفهاش. وبعدين نحط العصاب بتاعنا اللي هو المفروم، تمن كيلو مفروم على بصلايه كبيره، وشوحناهم كلهم على النار بملح وفلفل وشويه قرفه. مفيش اسهل من كده، يعني المفروم المتعصب مش مستاهل نعمله. اهم حاجه تدوقيه بعد ما تعمليه، تلاقيه متبل كويس ملح وفلفل وكل حاجه. هنحط الكميه كلها. حطينا كده العصاب بتاعنا، هنحط بقى طبقه الكوسه الثانيه، لسه ما غليتش، هتبتدي تغلي دلوقتي الطبقه الثانيه من الكوسه. نحط حبه كده ونبتدي نوزعه. اللي بيعمل دايت او اللي بيحب الاكل صحي يجرب الكوسه المسلوقه، بلاش تتشوح، هيلاقيها يعني بجد يعني صحيه قوي قوي. والعصاج على فكره مش لازم نشوحه برضو او نسويه على النار بزيت او حاجه، اللحوم اساسا بتيجي فيها نسبه من الدهون فمش مستاهله. حطي البصل على اللحمة المفرومة على طول على النار، وابتدي قلبي وتبلي لغاية ما تستوي قدامك. رصينا طبقة من الكوسة، هنحط لها برضو رشة ملح وفلفل خفيف جدا، قلنا علشان ما تبقاش مايعة لان احنا سلقينها بس، ورشة فلفل اسود. تمام كده، ايه اللي ناقص قدامنا؟ انا افضل احط بقيه الكوسه كلها عشان تبقى الصينيه عاليه وحلوه. اللي ناقص بعد كده البشاميل، وقلنا المقادير بتاعته وعملناه قبل كده في كذا حلقه، حلقه الكوسه البشاميل واللازانيا والمكرونه. ادي الكوسه كده غليت، بنطلعها ما بنشطفهاش، هي بعد شويه بعد شوية من الحرارة بتستوي زيادة وبتطرى زي ما احنا شايفين كده، أول ما بتطلع بتبقى ناشفة وبعد شوية بتطرى خالص. رصينا الكوسة، هنحط بقى البشاميل بتاعنا اللي احنا عملناه. هنوزعه كله، وهنحطها بعد ما نفرد البشاميل كويس، هنحطها في فرن سخن لمدة نص ساعة أو تلت ساعة، هي يدوب تغلي وتاخد الوش بتاعها البشاميل بتاعها. وبلاش نستعمل في البشاميل زي ما قلنا برضو في الحلقات اللي قبل كده، بلاش نستعمل البيض لأن البيض بينشف البشاميل. اخر خطوه عندنا الجبنه الموتزاريلا او الجبنه الشيدر، بتدي شكل جميل قوي للصينيه بتاعتك لو هتقدميها او عازمه حد عندك في سفرتك في رمضان، بتدي شكل جميل جدا وبتبقى مغريه. وجربي الطريقه اللي عملنا بيها الكوسه، تعتبر الدايت او الصحيه ديت. برضو البشاميل لو عايزاه دايت ما تحطيش زبدة او زيت الا خفيف، ممكن معلقة واحدة بس، طبعا مع الكمية دي كلها مش هتأثر في حاجة، لان انت تعتبري مش هتاكلي كل الصينية، طبعا انت بتاخدي قطعة او قطعتين وتاكليها،
فهتبقى نسبة الدهون فيها قليلة جدا. نحط تاني شوية موتزاريلا اللي عندك، يعني ممكن رومي، ممكن موتزاريلا، ممكن شيدر، اي جبنة مبشورة عندك حطيها. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 درجة عالية لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع، زي ما تاخد بقى وقت معاكي علشان تاخد الوش بتاعها وتلاقيها عمالة بتغلي. ونشوف شكلها بعد ما حطيناها في الفرن ان شاء الله.